بس ليه انحست للبيانو مش للعود؟ انا ما انحستش الحقيقه. هو الفكره كلها ايه؟ انا كنت في كليه التربيه المصريه، بطلع كل يوم من الجهه اليمين، مره رحت طالع مع واحد صاحبي قال لي انت بتاخد ليه الترولي؟ ما تيجي نركب 9 يودينا. انا كنت بسافر وطنطا كل يوم، ما كنتش ساكن هنا. قال لي تعال نروح 9 يدينا باب الحديد نركب القطر. طيب طلعنا من الجنب اللي هو قال عليه عشان محطة الأوتوبيس، وإحنا واقفين نستنى بقى محطة أوتوبيس 9 ده اللي هيودينا باب الحديد. بضرب عيني فوق كده لقيت إيه على سطوح العمارة طويلة، واحد ماسك جيتار أحمر وشعره أصفر وطويل كده وبيقلد بقى إلفيس بريسلي بقى حاجة كان موضة بقى أياميها. إلفيس ما كانش بيتلز لسه ولا بتاع مش عارف. فظهر ان انا طولت في الباصه، فقال لي اطلع. قلت له لا انت انزل هطلع. اللي هو بيعزف العازف؟ لا بطل بقى. وقال لي العازف اللي قال لك نزل لي. قال لي بشوفك تخش الكليه انت بتدرس ايه؟ قلت له بيانو. قال لي حلو، البيانو ده اساسي عندنا وتاخد اي حاجه ثانيه. انا كنت اضافي كلارينيت. فقال لي انت بتلعب بيانو؟ قلت له قال احنا بنعمل فرقه وناقصنا بيانس. تعالى. تعالى فين؟ قال لي يلا نطلع. نطلع فين؟ انا مروح. قال لي لا احنا عندنا ترانك. كان بقى ياميها اللي عنده ترانك ده بقى في البيت. ايه اللي الترانك ده؟ معلش يعني من القاهره يتكلم ترانك التليفون. ايوه ما هو الحاجات دي الجرس الطويل ده كانوا بيسموه في الافلام ترانك. ايوه. فطبعا طلعت فوق هتنام هنا ومش عارف ايه يا جماعه، وامه بقى وابوه بتاع يعني هو قال لهم ده بقى البيانيست الجديد اللي هنعمل معاه فرقه. احكي لك حكايه الراجل ده. الشخص ده اللي بيلعب جيتار اسمه نبيل شديد. ابوه اسمه شديد صعب دشديد. ده كان شريك البارون بان في بونا مصر الجديده. بتاع قصر البارون. فلما تأممه الحكومه كانت بتديله 200 جنيه في الشهر ومدينه الشقه اللي في الدقي دي يسكن فيها. ال 200 مش نافعينهم قوي لان مراته كونتيسه بقى. كونتيسه رسمي من المجر. وانا بقى ايه؟ انا جاي من طنطا. من طنطا. شوف انت بقى الموضوع. كويس. كلمت بقى تليفون امي وقلت لها انا مش عارف ايه بتاع. امي صعيديه متمسكه بالتقاليد، ازاي تبعت عند ناس ما تعرفهمش؟ ابوي قال لي اعمل اللي انت عايزه، انت مؤدب ومش هتحتاس. عملنا الفرقه علشان فانا دخلت. سميتوها ايه بقى؟ كان اسمها كابريس بويز. كابريس اللي هو شطط. ولاد الشطط. ولاد المشاغبين او اصل كمان في حاجه في تشايكوفسكي عامل كابريس اسبانيول. لا سوري انا يعني تشاكوس عامل واحده كابريس وكابريس ايطاليانو، في اسباني وايطالياني. تمام. اثنين كابريس فيعني بالمره عملته العربي. طبعا الفرقه دي كانت مكونه من مين؟ من حضرتك ومنه وكان في واحد اسمه هراج شهر زيان. ده بيلعب ايه ده؟ ده بيلعب درامز. ده ارميني. ومصور في الاهرام. كويس. من ضمن التصوير في الاهرام. طيب درامز بيانو وجيتار كان هو ده كل الحكايه. وبعدين بقى هو نبيل ده بيغني طبعا، يعني ما كانش بيغني كويس ولا بيلعب جيتار كويس. لا وابتدوا يعتمدوا عليا في البيانو. ابتدى انا بقى اتشطر قوي واسال واروح للاساتذه بتوعي اسالهم في حاجات بتحصل لنا. لغايه ما نقلنا بقى من فرقه لفرقه. هو سافروا لبنان احنا ما عجبهمش.